شو الصوت؟ لا لا مكتوب كمان انتبه من الجدة. شبه الجدة يكون نايمة هلا معلم، بس نمشي شوي شوي يمكن تفيق. بسم الله الرحمن الرحيم يا أخي، شو هاد؟ حبيبي لا لا هيو الشباب، سلام عليكم، معكم اخوكم معاز او عستيكو، ارجعت لكم حلقة جديدة من لا لعبة جديدة اسمها Last Holiday. هاي اللعبة اول شيء نازلة على ساحة جديد، هي عبارة انه انت تتقمص شخصية واحد شاب صغير بالعمر سقط باسمه بالثانوية، تمام، بالهاي سكول. فابوه ارسله لعند جده وجدته، قال مشان ياسس حاله يبني حاله من جديد ومدري شو. فخلينا نجرب اللعبة. رح نبدأ يمكن شو اسمه نروح على قرية اللي موجود فيها الجد والجدة. فبسم الله نروح نعمل نيو جيم. اول شيء خلينا نشوف الاعدادات، الساوند ميوزك طفيلي هاودي ميوزك. اوكي خلينا نبدأ. بسم الله. طبعا مثل ما لكم شايفين هيك رسمات الشخصيات هيك على جي تي اي القديمة، ما بعرف بحط لكم صورتها مشان تعرفوا عليها. When you don't eat you die. لا يا شيخ، يا ليش والله مو معلومة ما حدا كان بيعرفها. اوكي شكله بدينا اللعبة. سمعان صوت مشي انا. اوكي بقطار. اوكي حلو حلو حلو. انت ما عرف يقولوا مين بحكي؟ البنت عم تحكي. اوكي ستاند اب. انا رايح هلا بقطار، شكلي ايه مبلم بقطار والله. طيب نشوف نستنى استنى ولا نعمل ستاند اب؟ انا نعمل ستاند اب. ايوه اوكي وصلت. اي والله وصلت. اوكي اوكي حلو. توك دبريدن دبريدن جريتينج مارونو اكسيتيكا دبريدن هلين. اوكي طيب خلينا نشوف مرحبا معلم. حيو بالشنبات معلم. اوكي هون طلعت طرف ثاني ما في شيء. اوكي طيب هاي القرية شكلها اللي موجود فيها الجد والجدة. ابا حجي حجي شو عم تحرك امها هي؟ بدك شي مساعدة؟ شي شغلة؟ هحا كان بده يساعد، قام تسأله مشان يطلع الاغراض معها وتساعده. شو اسمه يساعدها. قام قال لها لا ما بنطلع اغراض معنا. اوكي مكتوب هون تي، مكتوب حرف تي قال مشان نكبس الدايري او المهام تبعنا، نكبس دي مشان نشوف المهام تبعنا. اوكي اندرستاند. اوحا ثبته. انا بساعدك. طيب انا بساعدك ليه بس؟ كانه البوينت اوف فيو كانه تعبانه شو. ايوه ويلي اياها هي هيك افضل. انا بساعدك تفضلي. توك احبا هيك مساعده شي. شو مطلع عم تحرك تمه. طيب اول شيء مثل ما كنتم شايفين عندي هون بار تحت على اليمين للاكل والشرب والتعب والستريس الضغط والشو اسمه قضاء الحاجه. في عندنا تي حرف تي، تعال نشوف حرف تي. talk to the holy father. holy father يمكن هذا الشو اسمه شلون بدي الكون زعيم القريه هذا هو يمكن. ما هي شكله هو. ايوه I'm here. اوكي اوكي عم يقول له انه شو اسمه انه سقطت بالثانويه وما لك عرفان وين باي وجهه او شلون بدك تنجح بحياتك ومدري شو. earning your own money. اوكي راح اشتغل واربح يعني اموال او مصاري لنفسي، يعني ما راح حدا يساعدني او حدا يعطيني او يعني يعطيني سبورت، لازم اشتغل على حالي يعني. اوكي نو بروبلم نو بروبلم. انا بشتغل انا بظبط حالي شو بدي فيه كنت فيه. اوكي اول شيء لازم نروح لعند الجد والجده. اوكي ماشي 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 راح احترم شو اسمه الناس وساعد الجيران وما راح اسرق وما راح اسوي ايش. خلاص انت لا تاكلها خليني امشي شكرا مع السلامه. يلا امشي يلا. اوكي شو صار؟ شوفي وين طرت انا. اوكي بلشت اللعبه هلا. اوكي حلو حلو. طيب اختصار للكلام اللي صار قبل شوي،
انه الاب ارسله على هالقريه اللي موجود فيها الجد والجده، قال مشان ياسس حاله ويتعلم ومدري شو. فراح نشوف، راح نشوف شو بيصير معنا. هلا لازم نروح على ما اظن نقابل الجد والجده. اوكي اوكي اخيرا. طيب وين نزلني هذا؟ هو في واحد هني. هلا والله. هلا والله، هلا باللوز، هلا بالغزال. لا لا بعدين بعدين. طب اوكي هون في واحد تاني. مرحبا حبيب، مين هذا؟ طيب تي، خلينا نشوف التي. Talk to your grandpa, he's resting on the bench. شو هذا؟ Last item under the floor. كان ما اظن اكل، والله ما ادري ما ادري شو هذا. Last item under the floor، شو هذا؟ ما فهمت الصراحة، خلينا نشوف. شوف مكتوب انه الجد قاعد برا البيت وعم يعني جالس على الكرسي. اه ريكو ريكو ريكو، شكله هذا هو. ما واحد جدي. هلا والله. ايه وصلت. والله كانت يعني عادية، متعبة مو انه متعبة. شو بدها تكون يعني؟ يا ليل هالهاي سكول تبعكم. خلص ضروري يعني هلا. اوكي هلا عم ياخذنا عند الجدة، خلينا نشوف وين. اوكي. Představ si, že už tady máme i telefonní budku. A rekap tu telefon? Okay, hádí. Prosím tě, já stejně nevím, jak se to. Tak byla خلاص نام شي حاج گرگر زياده يا شيخ. Domu natáhnou pevnou linku. Ona i nestačí. Command rekabu k šest kahraba. Moje nachdi ha. Yalla malnim, yalla. شو ها؟ هذا اللي غرفه اللي راح اسكن فيها. شكله والله. شو الصوت؟ في صوت يا شيخ. اوه فيني افتح الشباك؟ يا والله. هلا والله. اوكي. خلينا نحكي معه. Here's your kingdom. اوكي هاي الغرفة معناتها اللي راح اسكن فيها. What's wrong with it؟ اوه الاب انه مضى كل وقته هون. اوكي. هاي تضرب معلم شباك. هلا جينا. ايش في صديق؟ اها لازم ادفع كمان على الايجار، معناته ايجار يعني مو حيسكنني عندهم هيك ببلاش. طيب هلا شكله راح يوديني لعند الجده. بس دقيقة، في أصوات غريبة يا أخي. بسم الله. شو في؟ لازم أوكي أوكي لازم ألحقه لأنه بخسر المهمة. طيب يلا حبيبنا يلا. أوكي أوه مطبخ. أوكي توك معلم. This is the kitchen. إيه نايس يلا. Hej, co mám tady mám masáři, jela. Innkeeper. OK. Víši, jsme innkeeper, lázem, jení by, budeme sáhat, nevím, co. Aho, nbíj sausages, OK. OK, jí, háda, budeme sáhat, můžeme sáhat, budeme dát na masáři, ale OK, OK, hlu, hlu. Tyb. Jeddy. Ajo, hele, vůlla. Yeah, ahoj babčo. Nana. You still like the same. Ale prosím tě. I'm old man. Ejo, انت old man ماشي. شباب حبيبي عم نحكي معها. ايش تدخل انت يا اخي؟ Dědek zase vypil kýbl jedu. Hej. No, hlavně že tu pochoduješ s holínkama od hnoje. Dělá. ماشي jo. Pojď. Ukážu ti ovce. I'll show you the sheep. هي راح تساوي اكل الجدة، وهذا بده يوديني يورجيني شو اسمه الخرفان تبعاته. يلا ورجيني اياهم الجداد. خواريف جديدة عنده. طيب يلا ورجيني اياهم. مشان شو ما بعرف. بس يلا. شوفي. لك ليش عم تلحقوني؟ لك شبكهم ما معي اكل انا. بيك اب.
اخذها؟ يو اخذتها اخذتها. هرب هرب بس. ما معي ما معي اكل. امشي امشي جدو امشي، عم يلحقوني هدول. ايوه راحوا. اوكي وقفوا. شو الصوت؟ لا لا تقل. ليش هيك الاصوات؟ صوت الخروف خواريف هدول. لق مسجلين صوت زلمه عم يساوي هالصوت، مو صوت حقيقي تبع الخرفان. اسمع. والله بيستهبلوا هدول اصحاب اللعبه. يلا توك لشوف ورجيني. Those are sheep. اوكي. هلا على التعامل تاع طابوره نوديشي صح؟ اي وحده الجديده؟ كله نفس الشيء. ما في شيء لا جديد ولا قديم. Now get yourself a job and start working. Remember you are on your own. Okay. Take care of yourself. طيب ماشي. طيب I know. Okay لازم نروح ننام مشان نبدأ. ماشي ماشي يلا خلينا نروح ننام مشان نروح نشتغل بكرة. يلا يعطيك العافية جدو. خلينا نروح لعند الجدة يمكن خلصت الأكل. نروح ناكل شوي. تلحقني؟ يا ولد تلحقني. هرب هرب هرب. فيك تفوت؟ ما فاتت. شكله عصبي. خلينا نفوت لجوا. شو هاد؟ تلفون؟ شو هذا؟ صورة. خلينا نشوف الجدة. ايه جدتي شو صار معي؟ girlfriend؟ لا ما عندي ما عندي. still free as a bird. استعدني فري. You should find one. لا خلا بعدين بعدين لاقي بنت هلا جير فريند وما جير فريند هلا انسي الكلام لسه هلا اجينا. هلا اجينا يشتغل. She'd go out with you. مين هي؟ وحدة عم تحكي عنا يمكن. You need to find a girlfriend. طيب بعدين بعدين والله بعدين. والله بعدين يا جدي. Wait So early يا اخي. سبكير كثير عن الكلام. وين بطاطا؟ بطاطا شوربة. وين؟ I'm not hungry. Hungry يا أخي كول. Sit down and at least taste it. طيب وين؟ Okay needs and survival. Okay لازم نهتم للأكل والشرب ومدري شو مشان نضل عايشين. أيوة ليكا. يوز لشو؟ أيوة يا سلام. طيبة؟ ما ادري يمكن مو طيبة، شكلها ما عجبته. والله اكلها عجبته. هذا شو؟ Is it good؟ يا بابي. What؟ احا. والله مو طيبة. ما عجبته. يلا اوكي، كان شو اسمه؟ الاحترام طبعا. لازم الاحترام. كمان في عندك هذا شراب عشان نشربه؟ يلا نشربه. يوز. استغفر الله العظيم. تي حرف تي، خلينا نشوف حرف تي. Go to bed. اوكي لازم نروح ننام. طيب نطلع لفوق عشان نروح ننام. طيب تقريبا اللعبة لحد الآن يعني قصتها كبداية يعني بس قصة. طيب سكر الباب خلاص. هون منع. لا تقول لي الخواريف هون يا حبيبي. هلا هيك بضل ننام على الصوت هذا اللي طالع بيعمل هيك. يا حبيبي كملت، معناتها بدي غير الغرفة، ما عجبتني أنا. وأنا شو في؟ في وحدة هنيك. يا والله في بنت هنيك. خلاص خلاص بعدين أنا أنتلع الجدة بعدين. هون شو في؟ أوكي هون مطلة لتحت. طيب go to bed يعني ما أظن لازم ننام. go to sleep. أوكي you are sleeping wake up. وشوفها في صوت. في صوت. What kind of أحا. مين ها؟ أوه شكله بيعرفه. شكله رفيقه هذا. هلا اجيت يا حبيبنا. هلا اجيت. شو الوقت التعبان تبعك؟ سكر الشباك لشوف. سكر الشباك يا حبيبنا. اوكي. هلا اجى هذا شكله رفيقه هذا شكله بيعرفه. طب خلينا نشوف تي. What? Find a headlamp. It's somewhere in your room. شو هي headlamp؟ طب خلينا نروح نشوف الزلمة. اوه والله مو شايف شيء. خلينا نروح نجيبها.
اوكي مشان هيك عم يقولوا لي جيبها. طيب وين هي؟ وين هي الهيد لامب؟ هو الضوء او مثل فلاش لايت مشان اخده معي. طيب هون شو هذا؟ اوه اوكي ليكو هذا هو بيتركب على الراس مشان يطلع فلاش. اوكي حلو حلو تمام. اوه شكله محتاج بطاريات، شكله محتاج بطاريات. حرف ال بيشغله بيطفي. طيب ال اوكي شغال حلو، بس انا ما اظن محتاج بطاريات. نشوف find batteries from for the head lab. They are somewhere in the house. Beware of grandma. شبه الجراندما بكون نايمة هلا. طيب عم يقولوا لي انه البطاريات موجودين بالبيت بشي مكان، ومكتوب كمان انتبه من الجدة. شبه الجدة بكون نايمة هلا معلم، بس نمشي شوي شوي يمكن تفيق. هون غرفتها يمكن؟ لا والله. طيب خلينا ننزل. شو بسم الله الرحمن الرحيم يا اخي شو هاد؟ ول لا تقولي لعبة رعب هاي، لا تقول لنا لعبة رعب هاي ابدا، لا تقولي هيك والله شكل لعبة رعب. طيب لازم نحصل البطاريات. طيب بدي البطاريات هاي تطلع لي تحت مشكلة بعدين. طيب لازم امشي شوي شوي على ما اظن. هو سمعان صوت وينا؟ اوه ما في حدا، ما في حدا. اوكي اوكي طيب وين البطاريات اللي تكون؟ يمكن بالمطبخ. نشيك على المطبخ اول شيء. والله خايف تطلع لي يا اخي مره تانية. ليش هيك عم تطلع؟ طيب ما له داعي هالحركه اللي عاملينها باللعبه. لقيتها لقيتها، شفتها شفتها شفتها، طلعت لي هون هيك. شفتوها؟ شفتوها يا شباب؟ ليك واقف هنيك. روحي روحي لجوا. اوب 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 اطلع 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 يا حبيبي. انا الشغله طفي هي. وين راحي؟ اوب 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 ليك ليك ليك. المطبخ موجوده، بدي شيك المطبخ. هي موجوده بالمطبخ ليك، راح لهنيك. طيب خليني احاول. روحي روحي لجوا، روحي كملي لقدام، كملي لقدام. بدي اروح اشوف الزلمه يا اخي. لا هذا وقته كمان يجي. وراحت راحت جوا. اوكي 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 اوكي. بطاريات وينه؟ بطاريات بطاريات. طاوله هون. ايوه حبيبي اجيت. وصار وصار. اوكي شكلي اخذت البطاريات انا ما اظن. ايه اخذت البطاريات. رجعني مره ثانيه على الغرفه. Leave the house and find Slick Vic. He is front of the house. اوكي اوكي. طيب اخذت البطاريات انا. خليني هلا اطلع من البيت. لازم اطلع من البيت. طيب. وين كان طريق البيت؟ والله نسيت انا. نسيان البيت كله. وين جدي؟ جرب نطلع من هون؟ ما اظن. ايه الباب الباب طلع من هون. مزبوط مزبوط. اطلع 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 يا حبيبي. اوه. اوكي ليكو ليكو يا زلمه، انت شو جابك هلا بهالوقت هذا؟ قسما بالله انك اجدب. الين لكنه ماي اولد مان. وليش ابوك ارسلك لهون؟ أحا أحا أحا. لا لا في سب هون، لازم لاقي شغل. ايه لازم لاقي شغل مدري شو مشان نوقف على رجلينا. سي اي دي كي اف ا. وات شو هذا اي دي كي اف ا؟ وات ذا اح سلاح. شلون شو هالسلاح حبيبي؟ لا لا مو هيك الوضع، مو هيك. ها بوروت. ها بدنا نروح لوين؟ دارك يعني كثير مظلم. وين نروح معلم؟ شو عم تساوي حبيبي؟ لا لا الله لا يوفق ابليسك. شو بدي اساوي هلا تي؟ اه حبيبي بدنا نعملها مثله، بدنا نعمل مثل ما سوا. اوكي سكيب. طيب معلم خلصت. فولو مي. طيب نروح على مكان شكله. طيب امشي يلا يلا امشي امشي. اوه هذا لساته واقف هون. مين هذا؟ مرحبا حبيب. طيب هذا مدري وين اخذني، ما بعرف لقدام. خلينا نكمل لقدام لشوف. الكلام كله ما له طعم اللي عم يحكوا.
اه اوكي. شو بصير اذا حدا شافنا؟ طيب شو عم تساوي انت؟ شو دخلت؟ مين ضغط اويز؟ واتش اند كلين كلير. مين ضغط اويز؟ اوحى اوكي. فكرت اذا اويز حدا. صدفة. ايه صدفة. هات تقلق. لو صحيح تاني يمكن؟ اوكي اويز تاني بس طلعت فاشلة. هات ورجيني. هات. هات ورجيني انا باويز. انا اللي باويس حبيبي، انا باويس. شوف بس، شوف وتعلم. نعمل. ايوه تعلم حبيبي تعلم. والله الضوء كثير عالي، ليش شلون عم يضوي على النواس الثانيه؟ اوف في حدا هنيك. انتوب تي شوت لامز. اوكي اوكي لازم نقوص على اللام الاضويه اللي مثل قوصناها قبل شوي. اعطي واحدة هون لشوف. اوكي طيب وين رايحين احنا هلا؟ خلاص شكله خلاص. ما ادري وين بده ياخذني، ما بعرف. ووك مي هوم. اوكي لازم اوديه على البيت. انا بوديك على البيت، شو دخلني انا؟ ودي نزل السلاح، ما بدي اياه. دروب اللي ولي حطه هون. اقول لكم شو ناخذ، شو رايكم ناخذه معي؟ خليه بالغرفة، خليه بالغرفة. يلا ما في مشكلة، بس هي اللون عالي كتير، هيك طفيك احسن. يلا حبيبي وين بيتك؟ صرت قريب من بيتي انا هلا هيك. يلا على السريع. اوكي. You need any help؟ اوكي ماشي راح اقول له. اوه اختفى. اختفى. اني ارجع على البيت معناتها. شو رايكم نحط السلاح جوا؟ بالغرفة ولا لا؟ يلا خلي هاتو. بس وين مدخل البيت هلا؟ ما عارف. ضو اعطي الضو لشوف. اوكي من هنيك من هنيك. هذا ساعته واقف هون، هذا ببلغ علينا بعدين. بس الجدي، الجدي هلا، والله الجدي هلا بدها تفلجنا مرة ثانية. روح على السريع على السريع. ما في حدا. اوكي ممتاز ممتاز. اوكي اوكي حلو. طيب ارمي لي هذا هون، ما بدي اياه. خلينا نسكر الباب. سكر الباب حبيبي، طفي الضوء هاد. جو تو سليب. هاي صحينا باليوم الثاني. طيب خلينا نوقف هون يا شباب، خلينا نوقف الحلقه. نعمل هون سيف. اوكي هون سيف. طيب يا شباب على العموم هاي كانت حلقتنا لليوم. اكتبوا لي بالتعليقات شو رايكم باللعبه ونستمر فيها ولا لا. هلا يعني بس هيك يعني مقدمه للعبه مشان يعني نعرف شو نسوي فيها. ان شاء الله اذا عجبتكم اللعبه وحابين نكمل فيها راح نشوف الحلقه الثانيه شو نقدر نسوي، يمكن نروح نشتغل ولا شيء. فاكتبوا لي بالتعليقات اذا حابين نكمل فيها ولا لا. فبس لهون بتكون خلصت حلقتنا لليوم يا شباب. اتمنى الحلقة عجبتكم، لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. كان معكم اخوكم معاذ او عستيك كو، والسلام عليكم.